الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تعرفنا على الأوبريتورز وتكلمنا في سيشنز فاتوا عن الداتا تايبز اللي بتكون موجودة في جافا سكريبت، جابك دور تضمين أدوات الربط دي الأوبريتورز دي علشان تشتغل بالفعل أو علشان تأوبريت أو تكونكت بالفعل ما بين different types of data in JavaScript. الأمثلة اللي فاتت كنا بنستخدم أمثلة أو أرقام بسيطة لحساب عمليات حسابية بسيطة زي مثلا var A بتساوي 5 var B بتساوي 4 و var sum بتساوي 4 زائد 5 اجمع أو طلع لي ناتج حلو خالص. الأمور ماشية بشكل سليم طالما أن أطراف العملية الحسابية أرقام. طب يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لما الحالة دي تتغير؟ ولنفرض مثلا إحنا هنجرب ونروح حاطين الأربعة ما بين دبل كوتيشنز، وإحنا عارفين كويس خالص أن طالما الرقم يتحط ما بين دبل كوتيشنز ففي الحاله دي هو بيتغير. ها انت عارف ان بيتحط ما بين دبل كوتيشنز اور سنجل كيوت، معناها انه بيتغير من ها من رقم لسترينج. خلونا نعمل كده كنترول اس ونشوف اللي حصل. 5 او 54 منطقي، وانا فاهم ان حضرتك فهمت الكلام ده حصل ازاي. هو كل الفكره هو عمل صم، يعني عمل صم يعني ايه؟ بص ليجي الاي، راح بص كده ليجي ايه دي فيها كام؟ فيها 5، راح حاطط لك الخمسه. بعدين ليجي انك مستخدم الاوبريتور زائد، راح واجف شويه. وبعدين ليجي في بي، بي دي فيها ايه؟ فيها 4، راح منزل الاربعه. وبعد منزل الاربعه حط الاثنين يا جماعه جنب بعض، فبالتالي عمل لي ايه؟ عمل لي صم، جمع الاثنين، يعني حط الخمسه وجنب منها الاربعه اللي هي الخمسه قيمه الفاريبل ايه، لان المعادله سمشن فيها الجمع بين الاثنين، والاربعه قيمه الفاريبل بي، فبالتالي حط لي خمسه وجنب منها اربعه وما عملش العمليه الحسابيه. الناتج 9 لاني هنا في دبل كوتيشنز، فالداتا تايب بتاع المخزن ده مش فيه ارقام كده، في سترينجات. حلو خالص. علشان كده بنقول ده دور او الكلام ده عن الاوبريتور، عن الاوبريتور بلس يا جماعه، او الاوبريتور زائد، بيعمل شغل جدا رائع وجدا مميز في الحالات دي، في الربط ما بين الحاجات دي. يعني مثلا خليني ارجعها اربعه مره تاني واقول لحضرتك ان ممكن مثلا تستخدم اوبريتور زائد بالفعل الربط ما بين different types وبيشتغل معاك بشكل سليم. مثلا انا هكتب string، مثلا نقول first num is، وهطلع بره واستخدم اوبريتور بلس واكتب a للدلاله على الفاريبل الاولاني، واستخدم اوبريتور بلس وافتح دبل كوتيشنز واكتب، هاخد مسافه الاول second num is واطلع بره الكوتيشن واعمل بلس واكتب البي، انت عارف ان الفاريبلز مش محتاجه دبل كوتيشنز، واعمل زائد وافتح دبل كوتيشنز وهكتب ريزلت is واطلع بره الاول، خلينا ناخد مسافه وهاخد البلس واحط الفاريبل الثالث الفاريبل صم، ولو عملت كنترول اس هيظهر معايا ما في اي مشكله. هو بيقول لي سكن لي الجمله الاولانيه first num is وبعدين حط لي قيمه المتغير الاولاني اللي هو بيكون عباره عن 5، ثم second number is حط لي الجمله بتاعت السترنج، وبعدين بص على المتغير الثاني اللي هو بيكون عباره عن بي، فقيمه المتغير بي يا جماعه بتكون عباره عن ايه؟ عن 4. وبعدين عن المتغير الثالث result is والصم اللي هي بتكون عباره عن الناتج ما بين الاثنين واللي هي بتكون عباره عن 9. هدايا بالنسبه للاوبريتور زائد، حتى لو انا كنت مغير وحطيت مثلا الاربعه ما بين دبل كوتيشنز، وخليني اعمل كنترول اس، الاوبريتور شغال معايا بشكل سليم. حلو. طيب جميل. بالنسبه طيب لبقيه الاوبريتورز اللي الماينس والمالتيبليكيشن والديفيجن، خلونا نجرب كده ونطلع بتقصير او نطلع باستنتاج من الرول دي. حلو، خلونا كده نعمل ايه؟ انا المره دي هقول ناقص. حلو؟ وانت شايف وهقول انا ماشي هخليها سبتراكت دلاليه مثلا يعني، وهقول ادي سبتراكت دوكيومنت ترايت سبتراكت وادي كنترول في. انا قبل ما اعمل كنترول اس عشان هاخد الجس، هاخد التخمين من حضرتك، يعني انا عندي متغير اولاني
رقم 5 وعندي متغير تاني المفروض ان هو رقم، بس اكشولي هو كده سترينج، ورحت انا عامل سبتراكشن من A ل B. يعني يا ترى ممكن في مخيلتك ايه النتيجه اللي راح تحصل؟ ها، عصف ذهني كده. جميل، نعمل كنترول اس والنتيجه 1. يعني بالفعل 5 ناقص 4 المساله طرحت بشكل سليم. يعني القصه شغاله، يعني القصه شغاله وشغاله فاين. شغاله فاين. خلينا نجرب الناقص دي ونخليها مالتيبليكيشن ونعمل اس، هتلاقي الناتج 20. نجرب ونعمل ديفيجن مثلا ونعمل كنترول اس، هتلاقي الناتج 1 وربع. القصه شغاله بشكل سليم طالما اللي موجود جوه السترنج يا جماعه نمبر. القصه راح تمشي بشكل سليم طالما الموجود جوه السترنج نمبر. التفصيل الثالث بالمره الثالثه، القصه راح تمشي بشكل سليم طالما الموجود جوه الدبل كوتيشنز او السنجل كيوتس يا جماعه نمبر. لكن لما يجي الكلام على ان الفاريبل ده يتغير او اللي القيمه دي تتغير ونعمل كنترول اس، تلاقي ان ا ان نوت ا نمبر. انت بتحاول تجري عملية حسابية على نوعين مختلفين من انواع البيانات. انا كجافا سكريبت مقدرش ارندر، مقدرش اوبريت القصة دي، انت مستخدم اوبريتور مختلف. ده ترجمة قصة ان ان. حتى في الكونسول هتلاقي نفس القصة، كان نوت ريد بروبرتي لينجث اور ديفاين، الكلام ده في السطر الرابع نفس السطر بتاعي. ده بالنسبة طبعا لان انا شغال على لايف، فايه انا مش هي. حتى لو انا كنت شغال على مش على اللايف سيرفر، لو انا كنت شغال على الانسبكتور العادي هيقول لي ان 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 الرقمين دول مش متظبطين. ده بالنسبه لموضوع حلقه اليوم سترينجز اند نمبرز. مكملين ان شاء الله باذن الله، يا رب تكون حلقه خفيفه ومنها لذيذ. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.